كمان من المشاريع اللي متابعاها بقالي فتره ودايما معرفش ليه بورسعيد بتاخد الاولويه، يعني فكره النظام الصحي. بورسعيد ايضا اخذت النظام التنفيذ الصحه على عندهم اللي هو مجال طب الاسره، تنفذ عندهم من فتره. محظوظه بورسعيد حقيقي. اطلقت محافظه بورسعيد مشروع كارت الخدمات الحكوميه الموحد الذي يتم استهداف من خلاله 500,000 مواطن على مستوى المحافظه، على ان يتم تطبيق بشكل دوري بعد ذلك في باقي المحافظات المصريه. اتمنى ان ده يحصل. وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان صلاحيات الكارت الموحد الجديد 3 سنوات مقابل اجر رمزي، واكد ان جميع الجهات المشتركه في الكارت الموحد تعمل لصالح المواطن وتيسير كل الخدمات الحكوميه عليه. تخيلوا حضراتكم تروحوا بكارت واحد بس كده، تروح تعمل كشف في المستشفى، تروح تصرف العيش بتاعك، تروح كل امورك وملتزماتك على الكارت ده. انا شايفه ان دي تيسير لامور كتيره للمواطن، بدل ما اروح اطلع بطاقه التمويل لوحدها، اروح اطلع بطاقه الصحه لوحدها، بطاقه المواصلات لوحدها. واكيد هفهم اكتر من الاستاذ خضر خضير مدير مكتب جريده الاهرام بورسعيد. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه الفا. محظوظين انتوا، محظوظين انتوا. احنا الحمد لله رب العالمين بورسعيد هي طب شهود بس محظوظين برضو. اي محظوظين فعلا، محظوظين، محظوظين ان من ساعه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وبورسعيد في دائره اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بورسعيد ربنا سبحانه وتعالى حداها بمجموعه كبيره من المشروعات، ومشروعات قوميه كبيره، يعني سهلت امور كتير قوي 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 للمحافظه. انتوا خدتوا التامين الصحي الشامل برضو؟ حضرتك احنا بورسعيد تعتبر هي اول محافظه رقميه على مستوى الجمهوريه. تمام. بورسعيد محافظه رقميه مميكنه، جميع يعني اول منظومه تم تطبيقها تطبيق الخبز، كانت اول منظومه تطبق على مستوى الجمهوريه. تموين والخبز لها حضرتك المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، بعدها منظومة التحول الرقمي. أيوة. الوقت عندنا كل حاجة رقميا، يعني احنا الوقت جميع الخدمات اللي بنحب اي مواطن يروح علشان خاطر يخلص اي مصلحه ليه، اذا كان في المرور، في الشهر العقاري، اذا كان في مدرسه، اذا كان في كليه، اذا كان في اي مكان، بيعملها من مكان واحد، وممكن من على التليفون المحمول الخاص بيه، يعني ويسدد رسوم كل حاجه. بورسعيد كلمني على الكارت الاخير ده اللي هو بكل المعاملات الشخصيه للشخص مع الحكومه بتكون من خلاله، وايه هيفرق مع المواطن العادي؟ تمام حضرتك. حضرتك دلوقتي الكارت الخدمات الموحد الالكترونيا اللي هو طبعا يعتبر المشروع القومي للدوله، كارت المواطن، الكارت ده بيتم تطبيقه يعني في بورسعيد كاول محافظه مثل المنظومات اللي تم تطبيقها عشان خاطر تطبق فيما بعد على باقي محافظات مصر 27 محافظه خلال 10 سنوات. طبعا الكارت ده هيوفر مجهود كبير جدا جدا على المواطن، ان المواطن ده هيبقى كل 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 حاجه، بدل من النهارده ما اروح اعمل بطاقه تموينيه، واروح اعمل بطاقه للتامين الصحي الشامل، واروح اعمل كل الخدمات بتاعتي بقت مجمعه في كارت واحد فقط لا غير. ده هيفرق معايا كمواطن في ايه بقى؟ قول لي، هيسهل عليا ايه؟ هيسهل عليا كل الامور، هيسهل عليا النهارده ان انا المستشفى بالكارت ده، وبيبقى كده حالتي متسجله الكارت ده حضرتك على السيستم بنفس اللي عندي بالظبط. بالظبط حضرتك، هيبقى موجود على السيستم الكارت ده، ان الهيئه القوميه للبريد بتفتح حساب شخصي لكل مواطن، بيتم عن طريق الحساب ده بتسليم الكارت مرتبه الموحد، اخد الكارت بتاعي اروح اصرف بيه العيش، اخد الكارت بتاعي اروح اصرف بيه السلع التموينيه، اخد الكارت بتاعي اصرف بدل النقاط بتاعه الخبز، اخد الكارت بتاعي اروح التامين الصحي الشامل، اتلقى جميع الخدمات اللي موجوده على المستوى اللي هي مش موجوده في اي مكان، باخدها بالتامين الصحي الشامل. العمليه اللي بتتكلف 250 و300 و400,000 عندي مشكله عليها 300 جنيه فقط لا غير. ضاع مني، اعمل ايه بقى؟ هل كل خدماتي ستتوقف؟ العيش اللي باخده الصبح هيقف؟ احتياجي للعلاج لا يا فندم، لا، كله شغال وكله بيصرف عادي خالص نهائي عن طريق الكارت اللي موجود مع كل مواطن. ضاع مني يا استاذ. لا ضاع مني حضرتك. هروح على طول هعمل بدل ليه؟ بدل الكارت على طول فورا.
البريد اللي البريد بيعمل لي الاجراءات باخراج مكتب البريد. في نفس مكتب البريد بيستخرج لي بدل فائد او ممكن استخرجه كمان عن طريق الانترنت، ان انا اعمل بيانات في الحكومه الالكترونيه ويوصل لي لحد البيت مقابل اجل رمز حق التوصيل من تحيا مصر، تحيا جمهوريه مصر العربيه، ويعيش الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بيحاول بقدر الامكان يوفر كل سبل الراحه للمواطنين حقيقي والله بامانه بكل امانه. وبعدين حضرتك الكارت دون يعني بيهدف قبل كل شيء كمان للقضاء على الفساد. هل يعني في احتكاك سيادة اللواء عادل غضبان قعد مع الناس سمع، هل ممكن في احيانا النقاشات الاجتماعيه دي بتعطي افكار جديده وممكن تتدارك مشاكل ممكن تحصل في المستقبل، هل كان في اي حوار حضرتك حضرته ما بين المحافظ واحد المواطنين؟ حضرتك المحافظ على طول في لقاءات مستمره مع المواطنين، انما هو ده مشروع قومي بيتبع وزاره التموين ووزاره الاتصالات وبيتبع الهيئه القوميه للهيئه البريد وبيتبع هيئه الرعايه الصحيه وكله من القاهره، انما المحافظ ما بيكلفش جهد ان هو بيلتقي بالمواطنين وبيفتح حوارات مجتمعيه وده على مدار الشهر، واي افكار بتطرح بتتخذ في الاعتبار. ده مهم جدا. بشكرك جدا استاذ خضر خضير مدير مكتب بريد الاهرام بورسعيد، وتحيه لكل اهل بورسعيد ومبارك لهم، لان حقيقي فكره ان انا ما الفش كتير وانا عارف يعني ايه ان انا اروح اطلع الكارت الفلاني او بتاع التموين ولا فيزا، اكيد كل ده كان ضغط على المواطنين. يا رب اتمنى ده كل مواطنين مصر مش بورسعيد بس ينعموا بهذه الخدمات، ان يبقى عندك كارت واحد بيوفر عليك كل الخدمات في ايدك. وعايزه اقول لكم بس السؤال اللي سالته، مش معنى ان الكارت ضاع ان انا مش عارف اروح اسحب علاجي الصبح او ان انا ما اعرفش اروح اخد العيش، لان يعني هو اسمي متسجل، يعني الموضوع في سيستم موجود مش مجرد الكارت، في سيستم موجود وكل ده المفروض بيتدارك. يعني خلينا نطلع فاصل، وعندنا بعد الفاصل نوبه البرد اللي جايه لكل الناس وعايزين نعرف عنها اكتر، وهل هي نوبه برد عاديه من التكييف والمراوح ولا فعلا متحور جديد لكورونا. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.